بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نبتدي إن شاء الله بإذن الله من السيشن ده الحديث عن سيريز جديدة. السيريز ديت تحت العنوان بوتونز، أنا أتكلم فيها في أكتر من حلقة ما شاء الله من الحلقات عن البوتونز. طبعا البوتونز معروفة وأنا مش محتاج أمهد ليها يعني، بس في الغالب أنا هتناول الموضوع النهاردة بشكل مختلف شوية. هقول إن البوتونز يا جماعة في ليها ممكن بيها تعمل حاجتين، تمام؟ أو يعني ليها استخدامين. الاستخدام الأول إن أنت تستخدمها كلينكات أو زراير انتقالات، فاهمني؟ سواء كان بقى لينكات internal أو external، أقصد يعني لينكات تنقلك من مكان لمكان في نفس الصفحة، أو لينك ينقلك لصفحة خارجية أو تاب خارجي أو صفحة برا الموقع بتاعك، أو حتى صفحة جوا الموقع من صفحة لصفحة برا، مش لازم صفحة تبقى مرفوعة على سيرفر برا يعني، تمام؟ ذات أول استخدام للينكات، تمام؟ طيب خلونا طيب ندي مثال للقصة ديت. اوكي انا هبتدي افتح، هعمل لينك في الاول يا جماعة، ادي ايه تمام، و اتش ار اي اف بيساوي ونفرض مثلا عندي هربط بالهاش المربع، انا كده كده ما عنديش صفحات اساسا، تمام؟ ده الترابط بتاعي وهحط كلاس يساوي الكلاس يا جماعه اللي فيه الستايلز بتاعي اللي هو هيكون الكلاس اللي اسمه بوتون، تمام يا جماعه؟ الكلاس اللي فيه الستايلز بتاعت البوتون هو الكلاس بوتون ده، اوكي تمام. ولنفرض انا هقول له مور ديت الجمله اللي راح تتربط معايا، وهقفل واسم الانكر بتاعي او اسم الارتباط بتاعي، تمام. ديت جانب، الجانب ده مثلا انا ربطت بالهاش، وانا المفروض يعني اشيل الهاش واكتب مكانها مثلا صفحه زي about.html index.html حسب طبعا المسار بتاعها او اللوكيشن بتاعها، ده بالدليل على ان هي ايه، يعني اعتبرها internal link رابط داخلي. ان انا عملت ريفرش يا جماعه الاقي ان ده الستايل بتاعي. طبعا الكلام ده ديفولت، هنتكلم عن القصه دي، بس الستايلز ديت متحمله على الكلاس اللي اسمه بوتون يا جماعه، فاهمني؟ ده الجانب. المساله سيان هنا يا جماعه، اللي انا اقصد اقوله انت ممكن تشيل اتش ار اف ده وتكتب يا رابط انترنال يا رابط اكسترنال. انا مش عايز اطول في المثال ده بصراحه، ده اول استخدام للبوتونز بشكل عام في الويب ديزايننج، تمام؟ اوكي الجانب الثاني، انت ممكن تستخدم البوتونز كاكشنز. اكشنز مين؟ بالظبط، ك حاجات تنفذ لك سبيسيفيك ميشنز، زي مثلا البوتون بتاع سبميت في الفورم، البوتون بتاع ديليت مش عارف كده، حاجات زي كده يا جماعه، تمام؟ رايت. وساعتها بقى الامر هيبقى عايز اقول ان انا ممكن استخدم الكلاس بوتون علشان ادي للاتريبيوت او اقصد الوسم التاج بوتون مع الخاصيه، طيب بس لو ما كانش طبعا هو سبميت او ريسيت. يعني تقصد تقول ايه؟ اقصد اقول لك لو انا كان عندي بوتون، مش انا عندي وسم اسم بوتون يا جماعه، ديت علشان يدرج لي زرار معين، يعني ولنفرض مثلا انا هسميه ديت سيف، انا ندي مثال بشكل عام، ادي سيف تمام، ادي ريلود، ديت الزرار بتاع سيف، هو في الافتراض يعني واخد شويه الكلاسز ديت، تمام يا شباب؟ اوكي جميل. الجانب الثاني، انا لو حطيت الاتريبيوت طيب وقلت بيساوي، ممكن استخدم فيها الكلاس بتاع بوتون ده، فاهمني؟ يعني انا ممكن اديله التايب بوتون، لو انا عملت كنترول اس واديت له التايب بوتون وعملت ريفرش هناك ما في شيء اتغير. انا يعني ايه، هو انا عايز اقول ان ده من نوع بوتون، اوكي طيب، علشان تديله الكلاس بك الكلاس بيساوي. وساعة الكلاس دي الوضع ممكن يختلف معايا بكلاسز مختلفة، تمام؟ عندي مثلا كلاس اسمه سكسس مسافة بوتون، الكلاس ده بيديني ستايلات معروفة الناس هتشوفها كمان شوية، اديني الستايل الأخضر ده معناه إن أنت نجحت يعني في إن أنت تنفذ الأمر ده، تمام؟ لو أنا عملت مثلا كلاس تاني وخليته بدل سكسس خليته ديليت، جس وات طبعا ده بدل سكسس هيبقى اليرت بوتون. هيجي الحديث عن الكلاسات ديت بعدين، هتلاقي واخد اللون الاحمر ده لو انت بتحاول تحذف، ده اوريدي محجوزه في قلب الفاونديشن. اللي انا اقصد نقوله يا جماعه، ادي استخدام البوتونز كاكشنز، الاحداث انا عايز احفظ، انا عايز اعمل ديليت، فاهمني يا جماعه؟ اوكي هنا انا استخدمت التايب بوتون
فاهمني؟ احيانا في الطيب لو الناس اخدت بالها كنت بستخدم سبميت او ريسيت في الفورم. في السبميت او ريسيت لو انا ما كنتش هستخدمهم ممكن استخدم الطيب اللي من نوع بوتون واديله الكلاسز ديت اشبه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.